طبعا المشاركة بالنسبة لنا احنا مشاركة اللي هي مهمة، باعتبار أنه المغرب دائما أي مشاركة أو أي تواجد في منافسات لا إفريقية أو لا عربية إلا وكيتواجد باش ينافس وباش يحقق يعني الانتصارات. يمكن هذا معسكر يمكن يكون ما قبل الأخير، فيه واحد المجموعة ديال اللاعبين اللي كينشطوا في البطولات العربية واللاعبين اللي موجودين في البطولة ديالنا. احنا يمكن اول مره غادي نلعبوا مقابله وديه يعني شبه رسميه في المغرب، ثلاث مقابلات تكون عندنا وديه. طبعا الخصم يعني بالعافيه اننا لقينا يعني هذه المنتخبات اللي تقصات اصلا يعني في الاقصائيات المؤهله للمونديال. تنتمنى انه تكون عندنا واحد الاستفاده تقنيه وتكتيكيه يعني من خلال هذه الثلاث مقابلات، وانه اللاعبين يكونوا في المستوى. طبعا اللائحه ديالنا باقا مفتوحه، بقى عندنا معسكر ديال نوفمبر اللي هو غادي يكون اخر معسكر قبل الالتحاق يعني بقطر. هو البرنامج ديالنا من بعد هاد ثلاثه المقابلات غادي يكون عندنا معسكر ديال التاريخ في نوفمبر، ديال تواريخ الفيفا اللي غيكون من 8 حتى 16. حنا تنتمناو اننا يعني نلعبوا فيه على الاقل جوج مقابلات يكونوا من نوع يعني مغاير للمنتخبات الافريقيه اللي لعبوا معها في هذا المعسكر. حنا بصدد ربما التهيئ والانتقال اما للدوحه او للامارات او للبحرين باش على الاقل نلعبوا هنا مع المنتخبات اللي هي عربيه واللي هي غتكون اصلا مشاركه. طبعا الان حنا اللي لقينا يعني كني باقي هذا شيء هذا يعني المعلومه غير رسميه، المنتخبات اللي هي غير مؤهله اللي هي الكويت او للبحرين او لليمن او للبنان ممكن انها تلعب معنا مقابلات. حنا بصدد يعني تهيئ يعني معسكر يكون خارجي من خلاله ان شاء الله نهيئه ونوقفوا على التشكيله الرسميه اللي غتشارك يعني في البطوله العربيه. جينا هنا باش نستعدوا للبطوله العربيه لهاد النسخه هذه اللي كنتمنوا اننا نحققوها ونشرفوا الرايه الوطنيه المغربيه. هو بصراحه الحمد لله يعني الاجواء المغربيه الاجواء يعني كتمشي في هذه الامور اللي يعني زوينه وجميله، لان جميع اللاعبين يعني كاين واحد التناسق بين اللاعبين، وانا اللاعبين الحمد لله يعني كنعرفوا بعضياتنا منذ مده، وكنتمنوا اننا ان شاء الله هذا الانسجام يعطي الاكل ديالو ان شاء الله في البطوله العربيه. وأولا الحمد لله يعني كانت مشاركة إيجابية في النسختين الأخيرة من كأس إفريقيا، الحمد لله قدرنا نتوجوا بهم. عندنا ثاني منافسة أخرى اللي غتكون شوية مغايرة بطولة العرب، كنظن بلي غتكون يعني منافسة بحد ذاتها غتكون منافسة كبيرة، لا سيما كاين فرق عربية اللي كبيرة. فتحنا بدورنا الحمد لله إن شاء الله مجندين بكامل الظروف ديالنا وكامل جاهزين ان شاء الله باش نمشيو ننافسوا على الحظوظ ديالنا في اللقاء ان شاء الله. والحمد لله يعني ملي كتجي للمنتخب يعني فهي كتلعب على رايه وحده، اي واحد كيكون في خدمه الوطن في خدمه هذيك القميص اللي كنلبسوا، فكيف قلت يعني حنا درايه عندنا درايه ببعضنا البعض، اكثريه الدراري زعما كنعرفوا بعضياتنا، فان شاء الله خصنا نزيدوا مزيد من العمل ومزيد من الانسجام ان شاء الله باش نكونوا في اتم جاهزين ان شاء الله في البطوله ان شاء الله.